أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبقولوا إن أم محمد صلى الله عليه وسلم عائشة إمام المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كانت تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في داخل البيت لا يطلع عليها الصحابة، هي تنقل للناس هذه السنة. kureba ya migenzo y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibera mu nzu abantu badashobora kubona noneho akaza akayigisha abasohaba hanze kanat tuallim yajyaga yigisha abantu hiya radiyallahu anha naqalat sunnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam allati kanat fi dakhil al-manzil ati yagize uruhare rukomeye cyane mu kutugezaho sunna z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam cyarikirizo zaberaga mu nzu iwe intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa النساء الآن لابد يتعلمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتوقّر ليرو نقوم بكبيك سنة زنهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعملن بها. أكذب شرامو بكربو. يدعون إليها. بعهما قريبان وكذب كذب كذب شرامو بكربو. أنتم الآن في هذا المجتمع. أتم بها نمري مري سوسيتي. لابد أن يكون لكم دور. نقوم بكبيك روح ليرو رجعنا. دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. روح ليرو بعهما قريبان وكذب كإسلام. الآن الكافرات. ينظرنا إلى المسلمات. أتي أبغى أقول بترى ما إسلام وأبغى وريبة مجيب كم أقول ما إسلام. هل المسلمة تلتزم بالحجاب؟ أسا ويقول ما إسلام ويا بره حجابك. هل المسلمة تلتزم بالصلاة؟ أسا ويقول